ورجعنا لكم من جديد، وأول فقرة معانا هنتكلم عن أصحاب الهمم، زي ما سيادة الريس سماهم أصحاب الهمم. الحقيقة في اهتمام في الدولة بجميع قطاعاتها، من أول سيادة الريس عبد الفتاح السيسي لحد أصغر حد، مهتمين جدا بأصحاب الهمم وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الإعاقة أو ذوي الإعاقة. مهتمين بيهم بقى في ان هم المفروض ان القانون بيكفل لهم ان هم يشتغلوا، ان احنا كمان هنبدا نخلي الاماكن تقدر ان هم يقدروا يتحركوا بحريه ويتحركوا بسلاسه. يعني كنا الاول ما بناخدش بالنا بانه لازم نعمل الطرق بشكل معين او نعمل السلالم بشكل معين او فكل ده هنبدا ناخد بالنا منه علشان يقدروا ان هم يندمجوا في الحياه عادي ويعيشوا حياتهم عادي. اهم حاجه في الاندماج التعليم. الحقيقه في الفتره اللي فاتت شفنا ان في عمليه دمج في التعليم، يعني ان اللي عنده طفل عنده اعاقه بنسبه معينه ممكن يدمجه مع الاطفال الاسوياء او الاصحاء. ازاي وده بيتم ازاي ومدارس ايه؟ هنعرف كل حاجه عن الموضوع ده من دكتوره نعمه محمود، خبير في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحقيقه حضرتك بتشتغلي في مجال يعني انساني اكتر من كونه مهنه، يعني ان هم عايزين يتعاملوا بانسانيه ويتعاملوا بحنيه ويعني نستوعبهم بمشاعرنا قبل بالورقه والقلم. تمام. ازاي الاول عايز اعرف ايه هو الدمج، يعني ازاي ندمج الاطفال دي او ازاي نخليهم مع ولادنا الاسوياء كتف بكتف عادي، مش هيحسوا ان هم ناقصين حاجه جوه المدارس. تمام. الدمج بسيط جدا، يعني حتى المعنى بتاع الكلمه واضح من السياق بتاع حضرتك. يعني دمج يعني انا بدمج حاجه مع حاجه او حد وسط مجموعه. نرجع للقرار الوزاري 252 لسنه 2017. القرار ده آخر قرار نزل للدمج، ونزل له استحداث كتاب دوري كلهم بيتكلموا على مصلحة الطالب المدمج. أنا عندي الدمج بنسب. في أولا معلومة لازم الكل يعرفها، إن جميع المدارس دامجة، ناشونال انترناشونال تجريبي عربي خاص، جميع المدارس دامجة. بس انا بتفاجئ بمديرين مدارس بيرفضوا ان هم ياخدوا طلاب الدمج، معتقدين ان هم هيقللوا من مستوى المدرسه او مستوى الاداء بتاع الولاد، وده غلط. ده مفهوم المفروض يتغير، لان طالب الدمج هو ممكن يكون ابنك، ممكن يكون يعني من عيلتك برضو. لازم يحتوي المجتمع، لازم تستقبله، هو ليه حقوق عليك، عايش معاك يعني. وبعدين هي الحالات اللي بتدمج مين؟ الحالات القابلة للتعلم بعد اختبارات كتيرة جدا بيقوم بيها، منها اختبار الذكاء وتقرير طبي والسلوك التكيفي. كل الحاجات دي قالت ان هو لائق ان هو يدخل مدرسة ويبقى من طلاب الدمج. اوريدي بعمل عملية الدمج، وعملية الدمج بتبقى بناء على رغبة ولي الأمر. يعني ما ينفعش مثلا الولد في مدرسة شايفة التحصيل بتاعه أنا كمدرسة مش قوي أقول الولد ده يتم دمجه، لأ. في اختبارات الأول لازم يقوم بيها، في خطوات لازم تتعمل، وبيبقى بناء على رغبة ولي الأمر. لو هو مش عايز ابنه يكون من طلاب الدمج خلاص، يعني هو بيعمله بقى مدارس خاصة بيهم. لو أنا مش لا لا لا. لو مش هيتعلم في مدرسة ودمج مع الأطفال الأسوياء، ليهم مدارس خاصة بيهم ولا خلاص ما بيتعلموش؟ هو بصي حضرتك، كل طالب بيبقى حسب قدرات الأسرة بتاعته. يعني هو كطالب عايز أعرف مين اللي بيحدد إن الطالب ده يصلح للدمج بعد الاختبارات؟ يعني مين اللي بيعملوا، يعني اللي عندهم حالة يتوجه فين ويبدأ يعمل الاختبارات فين؟ تمام. ومين يقول له ولا مين؟ تمام حضرتك. هو في الأول في كل مدرسة في فريق دمج،
هو المفروض بيلف على الفصول وبيحدد الطلبة اللي هم عندهم بطء تعلم أو في عندهم مشاكل، ويبدأ يخاطب أولياء الأمور، يقول له مثلا ابنك محتاج نظام معين علشان يعني يبقى متفوق أو متميز أو يعني يحصل يعني هو بطريقة طالب بيكون سوي بس تحصيله بطيء، بس عنده مشكلة. أو عندنا برضو الدمج متاح للطالب الداون اللي هو طلاب الإعاقة الذهنية. عندي الطالب الداون سيندروم، وعندي التوحد ده اضطراب سلوكي. عندي يعني الدمج متاح لفئات كتير جدا، الشلل الدماغي. كل دول كان قبل موضوع الدمج ملهمش مكان، أو يعني أماكنهم كانت بتبقى محدودة، مثلا مدارس التربية الفكرية، المناهج مبسطة، بس هو ما يقدرش يدخل كلية، ما يقدرش يكمل دراسته في مكان، برضو القدرات بتاعته بتبقى محدودة. إنما الدمج أتاح للولاد دول إنهم ينموا قدراتهم من خلال الملاحظة، ومن خلال الاندماج في المجتمع، ومن خلال التقليد لزمايلهم الأسوياء اللي ما عندهمش أي مشاكل. بس هو فريق الدمج ده اللي في المدرسة بيحدد الطالب ده عنده مشكلة، بالتالي فيه بيشرف عليه حد دمج من الإدارة، فبيوجهه للاختبارات اللي المفروض يعملها، بيروح يعملها. ما أنا كده فهمت إنه هو ده اللي بيكون، يعني هو كويس بس عنده مشكلة شوية في إنه هو لكن هو فعلا اللي فعلا أصلا عنده مشكلة، يعني اللي أصلا خلاص معروف شكله ومعروف إن هو داون مثلا أو أي حاجة كده، ده يروح فين؟ يتوجه فين ولمين؟ بيعمل حضرتك اختبار ذكاء في أي مستشفى حكومي، وبيعمل اختبار سلوك تكيفي وتقرير طبي شامل، وبيتوجه للجنة الدمج في مديرية التربية والتعليم. ده عند سن 6 سنين زي اللي هو الطلبة العاديين في السن اللي العادي. عايز يدخل المدرسة والمدرسة رافضة، بالتالي أنا بوظفه وبقول ده من طلبة الدمج، وبقول للمدرسة تقبله يعني، فبيتوجه للمدرسة بقرار دمج وبتقبله. بس يعني احنا المفروض ما نرفضهوش، يعني هو طالب زي اي طالب جاي بيقدم، يعني ممكن اوجه ولي الامر ان هو لازم يبقى من طلاب الدمج لانه قدراته محدوده نتيجه اختبار الذكاء اللي بيعمله. طالب الدمج بيكون محتاج مثلا او المدرسه بتوفر له رعايه خاصه، بتوفر له مرافق، بتوفر له بيختلف ايه عن هو عن الطالب الاخر؟ تمام. طالب الدمج اولا في الامتحان بتاعه بيبقى موضوعي بنسب حسب اعاقته او حسب مشكلته. يعني انا عندي الاعاقه الذهنيه نسبه الامتحان الموضوعي بتاعها اللي هم الداون عندي 100%، 100% يعني 100% صح وغلط، ووصل واختار، ما فيش اسئله مقاليه، مش هيقعد يكتب كتير، لان التواصل التعبيري عنده بيبقى مشتت، ما بيقدرش يكتب ويرد باستفاضه على الاسئله. يعني هو بيتحط له امتحان اسئله بشكل موضوعيه. مختلف. تمام. هو او اي طالب دمج حسب المشكله بتاعته. عندي في دمج بصري بيبقى في المدارس، يعني كان زمان الولد اللي هو كفيف ممكن يروح مدارس خاصة بيهم مكفوفين عشان يتعلموا برايل وكده، لا دلوقتي ممكن يتم دمجه في المدارس العادية. فعلا؟ تمام، ما فيش مشكلة. ومفيش أي حاجة لا لا لا، ما فيش مشكلة. ده ما بيأثرش سلبي على نفسيته مثلا؟ يعني إن كل الطلبة بيكتبوا شايفين بيقدروا حتى لو ما بيتحركش بيقدروا يتحركوا، هو لأ، هو ممكن يأثر عليه سلبا، ولا ده بيخليه ان هو يعرف ان في اختلافات ده طبيعية؟ هو ممكن يكون مفيد ليه في ان هو بيتعامل بطريقة عادية، بيحس ان هو ما عندوش اي مشكلة، بيندمج وسط مع زمايله، يعني حسب برضو تيتشر بتاعته المدرسة بتكلفه بايه من مهام، ما المفروض اديله مهام ما تحسسوش بمشكلته. تمام. يعني مهام بسيطة، وبيبقى فيه وسائل مساعدة، يعني مثلا لو هياخد خريطة بيبقى فيه خريطة مجسمة يتحسسها، دي ليه في غرفة مصادر في المدرسة، مصادر معرفة بيدخل يفهم ويعرف فيها عن طريق الوسائل التعليمية الحاجة اللي أخدها النهاردة. وهي كل المدارس مجهزة لده إن هي تحتوي
النوعيات دي من الإعاقات المختلفة؟ هي طبعا مش كل المدارس، بس انا يعني احنا بنسعى جاهدين ان كل المدارس يبقى فيها غرفة مصادر، في دعم كتير، وفي اولياء الامور ساعات يعني مجلس الامناء بيعملوا في ادارة معينة يعملوا كذا غرفة مصادر، في عن طريق يعني المدرسة بتوفر الوسائل، اوقات بيستخدموا المكتبة والوسائل اللي فيها للتوجيه. كل مدرسة فيها مكتبة والمكتبة فيها وسائل، بس ما عنديش كل مدرسة طبعا فيها غرفة مصادر، عدد كبير جدا فيه وطلبة الدمج بتستخدمه، وبنسعى ان غرف مصادر كتير تتفتح في معظم المدارس. يعني اهم حاجة بقى من ان في وسائل او ما فيش او ايه او ازاي نتعامل، المدرس بقى اللي بيتولى الحالات دي هو مؤهل ان هو يستوعب الاختلافات دي؟ سؤال مهم جدا وفي الصميم. هو بالفعل احنا يعني بنحاول نخلي المدرس مؤهل، بياخد دورات تدريبية عن طريق أكاديمية المعلم، وكان في دورات عن طريق وزارة الاتصالات، وفي تدريبات عن طريق اليونيسيف، تدريبات كتير جدا بتتقدم للمدرس وبيدخلها كدورات وبياخد شهادات منها. بيدخلها إجباري ولا اختياري؟ عشان اختياري ممكن يقول لك لا ما ضيعش وقتي. لا، هو حضرتك بيبقى زي سيستم، انا عندي مدارس فيها دمج، مشرف عليهم مثلا مسؤول دمج في الاداره، بقول له هات لي من كل مدرسه 10 اسماء للتدريب ده، التدريب اللي بعده هات لي من كل مدرسه 10 تانيين ما يكونوش اتدربوا، فاوريدي هياخد كل اللي في المدرسه بس تدريجي، وبيحضروا وبيستمتعوا، وفعلا الماده العلميه بتفيدهم جدا وبتساعدهم على التعامل مع الاولاد، وبنلاقي لهم حلول اثناء التدريبات للمشاكل اللي عندهم، يعني بيطرحوا المشاكل اللي بتقابلهم في التعامل مع اولاد الدمج، وبنقول لهم يعني المشكلة دي تتحل مثلا السلوك العدواني تعمل معاه ايه، اللي عنده هايبرة ونشاط زايد تعمل معاه ايه، المنطوي تعمل معاه ايه، فبالتالي بيخرجوا من التدريب فارق معاهم في التعامل. يعني مهتمين بان المدرس يكون مؤهل تماما بانه يستوعب الحالات دي، لان حضرتك عارفة هي بتحتاج مجهود فكري ان هو يفكر ازاي يقنعه بانه يعمل او يفهمه حتى او ياخد انتباهه ليه. الطلبة الاسوياء بنحتار معاهم، اللي تعبانين شوية بيحتاجوا مجهود كبير، فمحتاجة مدرس متخصص، لا طبيعة خاصة كمان، يعني مش كل الناس هتقدر ان هي تتعامل مع حد بالحالات دي. تمام، فعلا الموضوع محتاج حد عنده صبر الأول وطولة بال واستيعاب للموقف وحب العمل على الطالب ده، ان هو يجيب معاه نتيجة مرضية لولي الأمر ومرضية ليه هو كمدرس ومرضية للمدرسة. عايزة أقولك إن في أولاد من الدمج متفوقين جدا جدا طبعا، ودخلوا أوريدي كليات وطلعوا كمان من الأوائل على مستوى الأخيرة الجمهورية، كمان شايفين الـ الـ يعني أصحاب الهمم. عجباني الكلمة، المعنى معناها حلوة قوي، لان فعلا اللي بيكون حابب يبقى حاجه منهم بيتفوق جدا. تمام، وبنشوف ناس كتير، اكيد شفنا في الحفله الاخيره في الاحتفاليه شفنا وهم بيغنوا وهم بيقدموا وهم بيعملوا حاجات مختلفه، حاجه مبهره جدا. فعلا هم عندهم قدره فائقه، بس محتاجين يعني تدعيم، محتاجين المجتمع يتقبلهم يديهم فرصة ان هم يعبروا عن نفسهم. لسه في حاجات في المجتمع زي زمان والله ان هم يشوفوا ويشاوروا؟ لا لا لا، هي اختلفت كتير قوي، الثقافة والوعي انتشر بدرجة كبيرة، الناس بقت عارفة يعني ايه توحد، يعني ايه اضطراب تواصل في اللغة، يعني ايه داون، يعني ايه، بقت الناس بتميز، وبعدين ما بقاش في مثلا التريقة او الحاجات يعني بتاعت زمان دي، بدأ الوعي والثقافة تنتشر عند الناس، عرفوا يعني ايه دمج، يعني الطالب ده مع الدمج هيدخل مدرسة
عادية وممكن يدخل بعد كده كلية ويبقى عنده فرص أفضل للحياة. بدأت الناس تدور على الأفضل. حضرتك لو تفتكري كده نرجع ورا شوية، كان اللي بيبقى ربنا أكرمه ورزقه بطفل عنده إعاقة، أيوة حضرتك شوفي عملتي إزاي، كان بيبقى بيتكسف وبيخبيه وبيحبسه، وكانت بتحصل مشاكل كتير جدا. فاكرة فاكرة، المراحل دي؟ وللأسف ولسه في ناس كده. أنا شفتها يعني عملي قدامي فعلا أثناء ما كنت بشتغل. أولا هو عنده قدرات وما يستحقش إن أنا أخبيه عن المجتمع، يعني المفروض إن أنا أدعم قدراته دي حتى لو كانت بسيطة بالتشجيع يعني بصي حضرتك، زي لو أنا أخدته من البيت خرجته وديته نادي أو حديقة عامة لو ما فيش إمكانيات أو أي مكان، مجرد ما ينزل السلم يشوف العربيات في الشارع هيقول عربية، هيمشي في الشارع ينزل رصيف يطلع رصيف يشوف إشارة، بصي كام حاجة بيكتسبها وكام خبرة لمجرد ان هو هيوصل لمكان هيشوف ألوان العربيات هيشوف ألوان الإشارة. لو أنا بقى كولي أمر ماشي بتكلم معاه، شفت العربية اللي لونها أحمر، شفت الإشارة فيها كام بتفرق لون، معاه. كل ده بيتخزن. هم للأسف فاكرين ان الطفل ده ما عندوش قدرات، يعني ما فيش فهم، لا هو عنده حضرتك من ضمن الحالات لفت نظري انك قلتي الشلل الدماغي، طب الشلل الدماغي يعني هيكون عنده ان هو يستعيب يستوعب يفهم يمتحن يتعامل مع الناس، ولا بتبقى حالته عاملة ازاي؟ هو حضرتك الشلل الدماغي يعني أنواع، في منه بسيط وفي منه بيبقى قوي. البسيط بيبقى متقسم مثلا نصفي أو يعني إيد، مع يعني يعني بيبقى على حسب حالته. مأثر على الأطراف بتاعته، بتلاقي في الأطراف قصور، بس المخ بيبقى فاهم ومستوعب وبيديكي ردود أفعال مناسبة للمواقف اللي بيتعرض فيها. الكلام عنده بيبقى فيه صعوبة شوية بس بيتكلم، يعني لو سألتيه سؤال بيجاوبك وبيتفاعل مع المجتمع. دي الحالات اللي هي المتوسطة والبسيطة. الحالات الشديدة بقى بيبقى مأثر مثلا على المخ تأثير كامل، فما بيبقاش فيه أي رد فعل أو حتى يعني بأن هو يهز راسه أو يحرك صوابعه. فده مش هي ملوش تعليم. فده بيبقى محتاج تنمية مهارات بكثرة وبتجيب نتيجة. يعني هو أي يعني مشكلة أو أي إعاقة بتقابلنا لو اشتغلنا عليها من وهي في سن صغير، تدخل مبكر بتفرق جدا جدا. يعني الشلل الدماغي لو اشتغلنا علاج طبيعي وجلسات تخاطب تواصل، اللغة هتتحسن، الأداء بتاع الأطراف هيتحسن، عنده هيبقى عنده بعد كده لما يكبر فرصة أكبر إن هو يتحرك ويندمج، ممكن ما يقعدش على كرسي أو ما يمشيش بمساعدة. يعني على حسب تناول الأهل بقى. على حسب الاهتمام بالحالة وإدراكها. يعني أنا ممكن أشوفه بيعرق شوية، يعني مش ماشي طبيعي، أقول لا ده رجله هتتعدل، لا ممكن يكون محتاج مساعدة، تدخل علاج طبيعي. طيب أشوف المشكلة دي تأثيرها إيه، ممكن لو ما حصلش مساعدة لما يكبر المشكلة بتزيد بتكبر طبعا. بتزيد معاه، يعني المشية بتبقى باينة فيها الميلة أكتر، بيبقى ماشي أبطأ. إنما لو أخد العلاج بتاعه الطبيعي وفيتامينات أو الأعصاب وبقى فيه تدخل مبكر، طبعا المشكلة هتقل أكتر لما يكبر. يعني قوة الملاحظة بقى من الأهل، الأم والأب يبقوا ملاحظين الطفل كويس، تمام، مراحل النمو ماشية ازاي، بيمشي ازاي، بيتكلم ازاي، بيتحرك ازاي، بيسمع ولا لأ، تمام، بيشوفني ولا لأ، يعني ناخدها خطوة بخطوة من الأول. في حاجات بتبين، يعني الولد اللي بيقرب الحاجة منه قوي ده مش بيشوف كويس، لازم أعمله مقياس نظر علشان أعرف النظر أخباره إيه. الولد اللي كل شوية لما أوجه له أمر ما يلبهوش ويقول إيه، يعني ما سمعش، ده بيبقى محتاج مقياس سمع علشان أطمن عليه.
الولد اللي ملاحظه يعني او شايفه قصور في الحركه بتاعته او بطء مش طبيعي زي اللي حواليه، ابدا ادور ليه القصور ده. برضو الطفل اللي بيتاخر في الكلام، يعني مثلا اخواته اتكلموا على سنه ونص او سنه، هو قعد لحد 3 سنين او 4 سنين بيقول كلمه، طيب ده تاخر، لازم ادور على يعني العلاج ليه. يعني ممكن يبقى محتاج حصيلة لغوية عن طريق جلسات بتتقدم له، وبعد كده بتلاقيه يتكلم طبيعي. بيرجع برضو لأسلوب التعامل من الأسرة اللي هي البيئة الأولى للطفل ليه. يعني ممكن الأم تكون بتأكله وتنيمه وما بتخرجش كتير، ما بيشوفش ناس، ده الحصيلة اللغوية بتاعته هتبقى قليلة، هيبقى مهم ان الام انطوائي. تتكلم مع الطفل طول جدا الوقت. جدا مهم ان هي تعرفه، لان هي باب المعرفة الاول للطفل، تعرفه كل حاجة، دي لي وازاي، وده خضار، ودي فاكهة، ودي كوباية مية. حتى لو كان طفل سوي، يعني لا الطفل طبيعي العادي يعني. طبيعي طبيعي، هو الطفل حضرتك السوي بيكتسب اللغة من الام، من الاسرة كبداية، وبعدين بيبدأ يلاحظ ردود الأفعال والحاجات اللي بتحصل حواليه في البيئة، فبيبدأ يكتسب خبرات، فتلاقيه بيقلد في نفس الموقف لو اتعاد. يعني مثلا الأب ادى رياكشن معين، رد فعل بكلمة، تلاقي الطفل بيكررها في نفس الموقف. مثلا الأب بياخد ميدالية المفاتيح يحطها في الجيب ونازل، بتلاقي الطفل يقلده في كل حاجة. فإذا الطفل هنا يعني البيئة بتاعت الأسرة هي المصدر الأول والوحيد ليه لاكتساب المفاهيم والعلاقات وتكوين اللغة والفهم. وبعدين ثبت علميا إن أول 5 سنين في حياة الطفل هي دي الركيزة الأساس بتاع الشخصية بتاعته. لو اديته ثقة في نفسه، عرفته حاجات كتير، خليته يعتمد على نفسه في الحاجات البسيطة النقش على الحجر. بالظبط، يبدأ بعد كده يبقى عندك طالب وشاب قوي الشخصية، معتمد على نفسه، يقدر يتصرف في أي موقف، يقدر يرد، يقدر يبقى عنده ردود أفعال مناسبة للأحداث اللي بتحصل حواليه. تمام. كل حاجة في الدنيا ليها سلبيات وإيجابيات. إيه أكتر حاجة لما بيتنفذ الدمج ده السلبيات اتقابلت كده وانتوا ماشيين في السكة لقيتوها ما كنتوش واخدين بالكم منها؟ هو في سلبيات طبعا، في أي حاجة ليها إيجابياتها وسلبياتها. لقيت ناس بتستسهل وعايزة تعمل دمج لطالب طبيعي ونسبة ذكائه عالية جدا، لمجرد ان الامتحان بيجي سهل. ازاي يعني؟ يعني الاهل يقولوا ان ابنهم يعني هما مش فاهمين يعني ايه دمج، او مين اللي يحتاج دمج. هما عرفوا انه في نظام اسمه دمج، ده بيخلي الامتحان يجي سهل، فبما ان الامتحان هيجي سهل هو هيوفر كده دروس، الولد هينجح ويجيب مجموع ويدخل كلية. بس هم مش فاهمين، مش مستوعبين نقطة. يعني أنا لما أقول وصل أو أكمل أو صح وغلط، ما هو لازم يبقى فاهم المنهج ولازم يبقى مذاكر علشان يقدر بالزبط. يديني الإجابة الصح. بالزبط. فإذا الامتحان مش سهل، الامتحان محتاج دراسة، حتى صح وغلط محتاجة دقة في قراية في الجملة. اختيار. بالظبط. تمام. طبعا. دي حاجة. الحاجة التانية، الولد نسبة ذكائه عالية وبينجح، طيب انت ليه عايز تعمل له دمج؟ هو أي طالب بيدخل دمج لازم بيكون معاه فايل طبي، صح كده؟ تمام لازم يبقى تمام معاه ملف طبي تمام في حالته وفي كده. تمام. فبالتالي ما انطبقتش عليه الشروط وخليته يمشي ما عملش دمج، وفهمته ان الدمج ده للطلبة اللي يستحقوه، اللي عندهم بطء في التعلم الدمج ومحتاجينه. بمصاريف أعلى؟ لا 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 حضرتك، لا نفس المصاريف. لا لا، هو الطالب قاعد في نفس الكلاس بتاعه ونفس المدرسين، نفس المدرسة، ما فيش أي حاجة، هو اللي بيتغير بس سيستم الامتحان بتاعه، وبيتعمل له فايل ان ده طالب دمج
بياخد حاجات بقى يعني رعاية سبورت مختلفة. ليه، يدخل غرفة المصادر، يبقى في دراسة حالة ليه فردية، بحيث نعرف يعني مشكلته اتقدمت ازاي، التحصيل بتاعه اتقدم ازاي، بيبقى في دراسة على الحالة ذات نفسها. يعني بما ان في سلبيات وايجابيات، لكن كفة الايجابيات اكتر اكبر. اكتر اكتر الحاجات دي حضرتك احنا كمتخصصين بندركها، يعني اما يدخل لنا طالب بنميز من نظرة العين، من الإجابة على الأسئلة، الطالب ده ذكي يعني قدراته حلوة ما يستحقش، فبالتالي ما بنعملش ليه دمج. اللي بيتعمل له دمج الطالب اللي يستحق فعلا وتنطبق عليه الشروط. الطالب اللي بيحتاج مرافق، يعني تمام. بيبقى مثلا بيتحرك بصعوبة، بيبقى محتاج حد يكتب له، بيبقى كده، دي في خدمة متاحة لده في المدارس الحكومية تمام ولا تمام مش مسموح لا بده؟ لا لا لا، في متاح في المدارس الحكومية لطلاب الدمج ان هو يبقى معاه نوعين من المرافق، في المرافق القانوني اللي هو مثلا لو الطالب حصل له مشكلة قبل الامتحان مش قادر يكتب، عنده ضعف في الأطراف أو حاجة، بيجي المرافق القانوني ده بيبقى أقل منه في السن، بتوفره الإدارة، بيكتب له في الامتحان، هو بيقول له وبيكتب له لازم يبقى أصغر منه. أصغر منه في السن. طب افرض هو سنه صغير، هيجيبوا ممكن حضرتك له يبقى ايه؟ من الإدارة، يعني حد من تحل ازاي؟ الموظفين اللي في الإدارة، تمام دي حل. عندي حد زي التوحد تمام بيبقى متعود على مرافق معين، ده ممكن يبقى ليه مرافق تربوي أثناء اليوم الدراسي معاه في المدرسة ومعاه في الامتحان برضو، ونظرا لأن حالات التوحد بتبقى متعودة أكتر على الأم أو الأب، فتم السماح ليهم حديثا إنه يكون مرافق لابنه، يعني دي مشكلة حلت الموضوع يعني. بس يعني في عدم يعني لو الحالة تحتاج بتقرير طبي، لازم تقرير طبي يقول إن هو محتاج مرافق ما احنا اتفقنا ان كل حاجة بقى في بتقارير. حالة الدمج دي تمام تحديدا، وفي الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة لازم بتقارير طبية هي اللي بتقول من مستشفى حكومة، لازم تمام بنتوجه لمستشفى حكومة وبنجيب تقرير طبي بحالة الطفل، وبنبدأ نتوجه بقى للمدرسة او للإدارة او للمديرية على حسب بقى هتقفل معانا فين، فنروح للي اعلى تمام منه. صح كده؟ تمام هي حضرتك الأول بيعرف الطلبات عن طريق المدرسة، بيروح يجيبها وبيتوجه بيها للمديرية، اللجنة بتبقى منعقدة بتعمل له قرار الدمج وبيمشي، يعني هو بيدخل الولد يتقيم ويتعمل له القرار وبيمشي، المديرية بقى بتبعت بعد كده القرار على الإدارة والمدرسة ورسمي، وبيبقى الطالب ده طالب دمج. طبعا الطالب اللي هو بيعمل التقارير هو اللي بتنطبق عليه الشروط، هو اللي بياخد الدمج. في المرافق احنا قلنا نوعين، تربوي طب وقانوني. وقانوني، التربوي وبالنسبة للي الاتنين عندهم بتقرير، الاتنين بتقرير. بتقرير، اللي عندهم توحد استثنوا لهم انه ممكن يبقى الوالد او الوالدة في حماية. يبقى مرافق. تمام. تمام. تحبي تقولي كلمة أخيرة للأهالي اللي عندهم طفل عايزين ان هم يبدأوا يدخلوه دمج او كده؟ يعني هو الدمج حل مشاكل ناس كتير جدا، يا ريت لو هيقدم لابنه دمج يكون فعلا الطالب يستحق الدمج، ما يكونش بيستسهل، دي حاجة. الحاجة التانية نمي قدراته، لاحظه تابعه، يعني أولادنا محتاجين اهتمام بكثرة، من خلال الاهتمام ده لو هو مشكلته بسيطة ممكن ما يحتاجش دمج، لو مشكلته مستمرة معاه ممكن يحتاج دمج، وده يبقى مساعد ليه ان هو يبقى ليه فرصة أفضل في المجتمع. الاهتمام والبداية المبكرة، التدخل المبكر في أي حالة مهم جدا. أكيد طبعا. بنشكر حضرتك جدا دكتورة نعمة محمود، خبيرة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، نورتينا، شكرا. والحقيقة كلمتينا في موضوع مهم ويهم أسر كتير، واللي بيكون عنده حالة زي كده بيكون مش عارف يتصرف ازاي.
ونشكرك جدا، ونتمنى ان الدمج يلاقي نجاح كبير، يعني نقدر ان احنا نمشي بخطوات اسرع فيه. نشكر حضرتك جدا. بعد الفاصل مكملين معاكم في ساعة صبحية، ارجوكم استنونا.